العراقي وش يقول؟ يقول صدق كذب هالاسعار. والمصري وش يقول؟ مش حتقدر تغمض عينيك. او والله قال ضريف للسيراميك انا موجود في الاوتلت. خرافي العرض من جد خرافي. خليكم جاهزين وخليكم قريبين. قبل ما ادخل في السعر ابغى اقول حاجه، قال ضريف يشتغل في الجوده، تلاقون عند الاسباني الهندي السعودي، ما يشتغل فقط وفقط في الهاي كواليتي. نبدا معاكم باول منتج البورسلين الهندي مترو 20x60، عليه طلب مره قوي هذا يا جماعه. طبعا نخب اول وقص ليزر، انت قاعد تاخذ منتج هاي كواليتي. السعر صدمه من جد صدمه يا جماعه. وعندكم اللماع وعندكم المطفي، خلاص قول السعر ذبحتنا يا اخي والله، لان السعر مجنون 34.5. وهذه منتجات اكسل فنار. فاكرين التغطيه اللي سويناها في الرياض حق اكسل فنار، هذا المصنع الضخم الهاي كواليتي ما شاء الله تبارك الله. طبعا آل ضريف هو الموزع الوحيد المعتمد بمنطقه القطيف حق اكسل فنار، وعنده اسعار مجنونه 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 يا جماعه، وعامل الان عروض ما تفوت. نبدا معاكم باول صنف المطفي، مقاس 60x20. طبعا آل ضريف اول مره ينزل بهذا السعر. اليوم انا ما اتكلم عن بورسلين، اتكلم عن لوح فنيه. شوفوا كيف الفخامه. العرض فقط وفقط الى نهايه الشهر او حتى نفاد الكميه، 63.25. متخيلين يا جماعه اكسل فنار. هذا النوع الثاني، وهذا ما شاء الله تبارك الله الان هابين فيه، هذا اللي يسمونه الهونت، هذا المطفي الناعم، هذا عملي اكثر وسهل التنظيف، موديلاته حلوه ما شاء الله تبارك الله. 60x20 راح يكون سعر لاول مره 66.70 هلله. اللي يحبون الموديلات اللماعه ما نسوكم، عليها سعر ايضا مره قوي، راح يكون ب 70 ريال و15 هلله. اول مره آل ضريف ينزل بهذه الاسعار. الاحواش الاماكن الخارجيه لا تتعدى اكسل فنار، مقاس 60x60. طبعا هذه طبعات جديده، اشكال جديده، هذه اللي تجي انتي سليب، مقاومه للانزلاق. طبعا الحلو بالفنار انه يعني شفتوا هذه الطبعه بنفس الكرتون اكثر من طبعه، يعني يعطيك احساس بالوان الطبيعه باشكال الطبيعه. وعندكم هذه الموديلات ايضا. والسعر ازيد وعيد ان لاول مره آل ضريف ينزل بهذه الاسعار، واسعار تحدي، راح يكون بكم؟ ب 47.15 هلله. تستاهلوا. هذا من الاقسام الجديده اللي عند آل ضريف، المستقبل للسيراميك. هذه سلمكم الله المنتجات حقهم. شوفوا كيف التنوع. طبعا هذا حق الواجهات الخارجيه، حق الارضيات، السمك 2 سم. يجنن يا جماعه. وآل ضريف دخل هذا المصنع، مصنع المستقبل، ويقول انا اتحدى الاسعار فيه. يضمن لك اقل سعر، يعني اخذت من عند المنتج لقيت اقل بريال، تعال يا حبيبي ويعطيك الفرق. ايش رايكم؟ نضمن اقل الاسعار. الخام راح اختصرها بعبارتين، افضل الانواع واقل الاسعار. يقول لك روح قارن وتعال شوف كيف الاسعار عندي. شوفوا كيف جوده الرخام اللي موجوده عند آل ضريف. شيء جنن يا جماعه. طبعا قبل شوي غطينا معاكم آل ضريف فرع المستودعات، هذا الفرع الرئيسي حقهم. طبعا فقط لو تكتب جوجل آل ضريف راح يطلع لك خيارين، فرع المستودعات او المعرض الرئيسي. هناك طبعا صار البضائع المخفضه، وهذا المركز الرئيسي. طبعا لو تلاحظون هنا في المعرض كلها براندات عالميه، كل المنتجات اللي هنا او معظم المنتجات منتجات اسبانيه، اللي يبحث عن الفخامه، عن الجوده، عن الاشياء المره راقيه، الاحجام النادره تلقونها موجوده هنا عند آل ضريف. عندنا هذا المنتج من الاكثر مبيعا، المطفي متر في متر، براند اسباني. شوفوا التميز، شوفوا الفخامه. طبعا كلهم عليهم عروض بمناسبه اليوم الوطني. العروض هذه راح تكون الى تاريخ كم؟ الى نهايه الشهر. الى نهايه الشهر. طبعا هذا المقاس متر ونص في 75. الصالات الكبيره، المجالس، طبعا في منه اللماع وفي منه المطفي. عينكم على الفخامه، شوفوا هالترخيمات، شوفوا يعني الان المقاسات كلها تكون متوفره من الاحجام الصغيره الى الكبيره. يجنن هذا اللون جري، مره حلو صراحه. شوف الرخاميات، طبعا هذه كلها براندات اسبانيه. في المعرض الرئيسي عندهم اكثر من 20 براند اسباني. عندنا هنا ريسورسا، هذه من افخم الشركات، طبعا عده شركات. طبعا كل الموديلات والشركات هذه تقدر تتصفحوها بمتجرهم الالكتروني. راح احط لكم الان رابط المتجر. شوفوا الفخامه يا جماعه.
وهذه السبيسرات هذه حق تركيب السيراميك اللي تعطينا مقاسات مضبوطة. طبعا شنو الشركات؟ اسبانية. اسبانية. ان شاء الله استمتعتون معنا بالتغطية. طبعا هذه العروض اللي صورناها راح تكون الى نهاية الشهر او حتى نفاد الكمية.